لم يحصل خرق سوري للحدود اللبنانية ولا خرق للسيادة اللبنانية، وكل ما قيل ليس سوى ادعاءات إعلامية لا تستند إلى أي مرجعية رسمية. هذا الكلام ردده الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعدها أمام وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، بحيث أكد أن التنسيق دائم ويومي بين الجيش اللبناني والجيش السوري، وأن هناك اجتماعات تنسيقية ميدانية تعقد أسبوعيا بهذا الخصوص. لم يحصل أي تواغل، لم يحصل أي دخول إلى الأراضي اللبنانية، ما حصل فقط في إرسال هنالك منطقة غير محددة، مناطق مختلف عليها، هذه لها معالجات خاصة تقوم بها اللجنة المشتركة. هنالك حملة إعلامية فقط بالإعلام، هنالك حملة إعلامية تدعي أن هنالك خروقات. بتمنى على الإعلام يراجعوا الجيش، الجهات المعنية بالجيش، ليتأكدوا إذا كان في حصل أو لم يحصل. خوري تحدث في المقابل عما أسماه تحركات مسيئة لسوريا. في أمور بإمكان الحكومة أن تتابعها، وأن يعني في تحركات تحصل على الأرض في بعض الأحيان، الجانب السوري يعتبر أنها تسيء إلى أمن واستقرار، وهناك اتفاقيات ومعاهدات معاهدة واتفاقيات موقعة بين الجانبين، كل ما هو مطلوب على تطبيق هذه الاتفاقيات. أما ترسيم الحدود فسيستغرق وقتا طويلا، والظرف الآن قد لا يكون مناسبا للمباشرة بالعمل بحسب خوري.